الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير الأسماء في الأرض والسماء. بسم الله عليه نتكل وبه نبتدئ في هذا الموعد العلمي الكريم. السيد البروفيسور إبراهيم بودراء نائب رئيس الجامعة مكلف بتأهيل الجامعة الدور الثالث، السيد البروفيسور مختار حاب مدير مخبر الدراسات الأنثروبولوجية والمشكلات الاجتماعية، الدكتورة رهيبة زلاقي رئيسة الندوة، السيد رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الناصر عزوز، السادة الدكاترة الحضور ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بالجميع من الطلبة، مرحبا بكم وبكل الحضور الكريم الذين شرفونا في هذا المحفل العلمي. خير ما نستهل به موعدنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بمفازتهم لا